فتحت مديرية التجارة للعاصمة عددا من نقاط بيع مادة السميد. يأتي هذا الإجراء على خلفية الندرة المسجلة لهذه المادة في الأسواق، والتغطية لمحمد سعداوي. إذن هذا العمليات تدخل في إطار التعليمات اللي أعطاها السيد والي ولاية الجزائر العاصمة بفتح نقاط بيع خاصة فقط بمادة السميد، نظرا لعدم وجود هذه المادة بكثرة على مستوى السوق بصفة عامة. ولتموين السوق قامت مديرية التجارة لولاية الجزائر بفتح عدة نقاط على مستوى العاصمة. اليوم كانت الانطلاقة من الملعب البلدي لزيرالدا، والحمد لله أن المتعامل الاقتصادي المصنع والمنتج لهذه المادة استجاب للنداء بسعر معقول، اللي هو سعر المنتج أو سعر البيع بالجملة، وهذا الشيء يعني التفاتة طيبة من طرف المصنعين.